هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحمد الله ورعايته المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارة أخوية التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. كان في وداع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى مغادرته صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة وعدد من كبار المسؤولين.